الرسمي عن النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية الثانية. ها نحن ننتظر، وأيضا الجميع في الدائرة الانتخابية الثانية الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى من والاه إلى يوم الدين. بمناسبة الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الثانية الذي قد بدأ الاقتراع فيها صباح اليوم الساعة 8:00 وانتهت عملية الاقتراع الساعة 8:00 مساء بشكل يسير وبتعاون الجميع. ولا يفتنا في هذا المقام أن نشكر السادة الأساتذة الزملاء من رجال القضاء والمستشارين وقضاة، وكذلك جميع أجهزة الدولة من رجال الشرطة والإعلام والإداريين من وزارة العدل. وقد انتهت العملية الانتخابية إلى نتيجة فوز المرشح السيد بدر الملا بالمقعد النيابي عن الدائرة الثانية بعدد أصوات 4657 صوتا، متمنين له التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت نحو الرفاه والأمان تحت مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم وولي عهد الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا الإعلان الرسمي من المستشار عبد السلام البعيجان عن الدائرة الانتخابية الثانية. نؤكد أن الأرقام أيضا متطابقة تماما مع ما أعلن عنه تلفزيون المجلس، وهو 4657 لبدر حامد الملا في الدائرة الثانية بالمركز الأول، و6705 أصوات لعبد الله أحمد الكندري في الدائرة الانتخابية الثالثة، بعدد أصوات متطابق تماما ما بين تلفزيون المجلس والإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية. شكرا لجميع يعني العاملين الذين أكدوا. أبي أعطي الشكر الآن للأخوة الذين يعني أوصلون لهذه الأرقام الدقيقة جدا في تلفزيون المجلس، وأكدوا أن أرقامنا متطابقة تماما مع الأرقام الرسمية وما أعلن عنه سعادة المستشار عبد السلام بعيجان قبل قليل، وأيضا سعادة المستشار علي دريع في الدائرة الثالثة. الآن على الهواء مباشرة أو عندنا بعض المعلومات نشاهدها معا. الدائرة الثانية الفائز هو النائب بدر حامد الملا ب 4657 صوت، وهو ما أكده تلفزيون المجلس، وأرقام تلفزيون المجلس متطابقة تماما مع هذه الأرقام. نعم، الآن النواب الفائزين في هذه الانتخابات وأسماء النواب. الفائز عن الدائرة الثانية المركز الأول النائب حامد الملا ب 4657 صوت، أما الدائرة الثالثة فهو النائب عبد الله أحمد الكندري ب 6705 أصوات، ونكرر أن هذه الأرقام هي المتطابقة تماما مع ما أعلن عنه القاضي أو سعادة المستشارين والإعلان الرسمي وما أعلن عنه أيضا تلفزيون المجلس. مشاهدينا الكرام، الآن أنتقل إلى الزميل طارق السهو. طارق هل تسمعني؟ الآن مشاهدينا الكرام يبدو أننا وصلنا إلى النهاية، وأعلننا يعني في هذه الأثناء في تمام الساعة 1:37 أعلننا عن نتائج الدائرة الثانية والثالثة والفائزان النائبان بدر حامد الملا عن الدائرة الثانية وعبد الله أحمد الكندري عن الدائرة الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذه التغطية المباشرة منذ ساعات الصباح الباكر، وأيضا تغطية الفرز. نعتذر عن أي تقصير إن بدر تقصير، ولكن ولله الحمد دائما تلفزيون المجلس مواكب لعملية الفرز منذ البداية وإلى الإعلان الرسمي عن النتيجة والأرقام متطابقة تماما. شكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وعلى خير. في أمان الله.